بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدة المرسلة أساتذة المرسلين في أكاديمية الخرمان، سيدة المرسلة أساتذة المرسلين من نيابة فاس، سيدة المرسلة الأساتذة مرحبا بجميع. الحمد لله وحده العليم الخبير الذي أكرمنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه عز وجل النعمة العمل في الحقل الطبي والتعليم، وما أعظمها من نعمة وما أجلها وأزكى وأطيب الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الإخوان الحاضرين، أهلا وسهلا في جميع المقومين للتربية والتعليم في إدارة شبه التربوية التي أرسى إدارة الشريعي والتنظيمي الميثاق الوطني للتربية والتعليم، والتي أعطت لها أهمية كبرى كآلية في سياق المشروع المخطط لتحسين جودة الحياة الوطنية والمساهمة في ثمرة النجاح وإتاحة الفرصة للمتعلمين لتفجير طاقاتهم الإبداعية وسبيل مواهبهم ودعم تعلماتهم في جو تربوي يشجع على المبادرة والاجتهاد والتنافس. نلتقي اليوم في هذه الأمسية الشهرية في نسختها الثانية بعد نجاح أهداف ومرامي الأمسية الشهرية التي أقدمت في السنة الفارقة، وذلك احتفاء باليوم العالمي للهلال الأحمر كذلك، واحتفاء بالمتعلمات المبدعات والمتعلمين المبدعين، وتكريما لهم ايمانا منا بضروره زرع الحس الفني الجمالي لدى الناشئه وتشجيعهم على المبادره والابتكار والابداع وتنميه مواهب وثقلها وتعهدنا بالرعايه والتهذيب بكيفيه تضمن المتعلمين استمتاعهم بحقهم في الترفيه والتطبيق ومهارة الهوايات المثمرة والاستغلال. وإنني في هذا الصدد أتمم المبادرة القيمة المتمثلة في الدورة التكوينية التي انطلقتها جمعية صلاة الإبداع السمعي والبصري بشراكة مع جمعية أمهات وآباء ولي التلاميذ، التي أتاحت الفرصة ل24 متعلمة ومتعلم للتعرف على بيئة السينمائية من خلال 3-6 ورشات حول كتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمونتاج الرقمي برحاب المؤسسة، والتي ستتوج إن شاء الله بإعطائهم جوائز عن ذلك، وكذلك بتوزيع الدبلومات على المستفيدين في هذه الدورة خلال هذه الأمسية المباركة. ويسعدني أيضا أن أبدي إعجابي بهذه التلة من المبدعات والمبدعين الذين نحتفي بهم اليوم، والذين يعتبرون مصدر فخرنا واعتزازنا لانهم تمكنوا بفضل جهود واجتهاد الطاقم الاداري والتربوي عموما ونادي التربيه والتفتح ونادي الاعلام والتوزيع بصفه خاصه من التحليق في تمائم الخلق والابداع، راسمين باناملهم الفتيه وقدراتهم وملكاتهم اجمل اللوحات، ناتجين باحاسيسهم المرهفه اروع الخواطر وابدع الكلمات، كلمات تفيض بحب الله والرسول وبحب الوطن الغالي وبحب الملك المفدى نصر الله وايده وبتمكن القيم النبيله وبحب الملك المفدى نصر الله وايده وبتمكن القيم النبيله والمبادئ الساميه، ومما يثلج صدرنا ويضاعف سرورنا تواجد امهات واباء هذه النخبه من المتعلمين الموهوبين معنا في هذه الامسيات، الامر الذي يشجع حتما على مد وتمتين جسور الاتصال والتواصل بين الاسره والمدرسه. ارحب مره اخرى بالطاقم الاداري لنيابه فاس وكذلك الحاضرين الذين ابوا الا ان يرفعوا هذه الامسيه الشهريه كما ترفع الاحجار الكريمه التاج البعيد، وارحب بحضور كريم واتمنى ان تنال فضل فقرات هذه الامسيه استحسانكم واعجابكم وان تكونوا نبنه من نبنات هذا التقاء بالمنظومه التربويه وتفعيل حياه المدرسيه وتنشيطها هوية تحقيق نجاح دراسي
المدرسي ورب المتعلم بالشؤونات بانشغالات المجتمع وقضاياه الوطنية وباهتمام العالم الراهن بهدف تربيته وتكوينه وجعله قادرا على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار محبا لوطنه ومستعدا للمساهمة في كل ما يعبر عن حبه له وارتباطه به. والله ولي التوفيق والسلام على جميع. يشرفني حضور هذا اللقاء اللي هو لقاء تتويج للمؤسسة ديال 6 مليونير، تتويج في مجال أنشطة الحياة الدراسية. فمعروف أن المؤسسة غنية بأنشطتها، نتوصل بها بصفة دائمة في تواصل مستمر مع السيد المدير. إذا هذا الأنشطة هذه تزكي وتعزز دور المدرسة المغربية سواء في الجانب الأهلي في الجانب التثقيفي. فإذا كنا نحضر اليوم في إطار هذه الأمسية الشعرية وكذلك إبداعات الأعمال اليدوية، فأعتبر أن هذا الأمر يعني هو مهم باعتبار أن هناك يعني بعدين في المسألة، بعد فني نظري يرتبط بمجال الشعر وكذلك بعد عملي يرتبط بالأعمال اليدوية. ولعل الدراسة المغربية بحاجة ماسة إلى أهمية الجانب اليدوي والتطبيقي. إذا فشكرا للسادة والسيدات والمشرفات على هذه الأعمال وعلى كل شيء الحياة الدراسية في وضاءات هذه المؤسسة، وأشكر بصفة خاصة التلاميذ الذين يعملون في هذا المجال اللي هو مجال إبداعي تسعى الوزارة إلى تعزيزه واقتناء استراتيجية عامة في إطار نشيط الحياة الدراسية. شكرا للجميع. أقدمنا على هذه المبادرة ديال الفضاء السمعي البصري، تكون 24 تلميذ من خلال 6 دورات كانوا كيتلقاو في هذه القاعة من 3 حتى 6 لمدة 6 أسابيع، وأخذوا القواعد، لا أقول أنهم أخذوا كل شيء ولكن أخذوا القواعد الأساسية لمهن السينما. وحنا الأمل ديالنا بإذن الله أستنون بالعمل تقدم فيلمها في مشاركة في فيلم التعبير بالأكاديمية بإذن الله. للجنة تحت القدمي وأقبل بحب يدا تنسيني همي وألمي، وأجدني لا أبغي إلا برك يا أحلى نغمي. إن ترضي أن أعطيك روحي ففداك الروح مع الجسم، وفداك الفؤاد والعين، وفداك نفسي ودمي. الأم نبع الحنان وهبة من الخالق الرحمن وجنة من الجنان، وخير إنسان خلقه الله في الأكوان. أجمل منظر عندما تراها تطوف بين سرير الولدان، عن حنانها وعطفها ظاهر للعيان، لرؤياها ترق الأجفان، ابتسامتها كالأضحوان، شفتاها كالنرجس والنعمان، صوتها أجمل لحن في الألحان، روحها زكية كالريحان، كل ما فيها فتان، ما تصنع يداها كأنه رسم فنان، تراها في المطبخ نشيطة كالنحلة في البستان، دونها ما كان للحياة وجدان، ذكرها الله في القرآن وأكد عليها نبينا العدنان، تضفي على البيت حبورا في كل مكان، تمتدين حول قلبيك الحزن وتضعين في مشاعرك الفنجان. أنت غصن من شجرة مليئة بالأغصان، عندما أراك أرى الأمان والنور يغشى كل مكان، فنسأل الله أن يؤتيك الغفران ويبارك في عمرك يا خير إنسان. بين ضلوعك اعتدت ومن عطائك اعتدت، أمي الحبيبة
الطويلة غزلان هاهم شكرا لكم. أيضا عندنا التلميذ حمزة فلاني أحلى بالسرور فنقدم طلبة العمراني لتختيم هذه الجائزة. التلميذة على أيضا لتختيم هذه الجائزة شكرا. رئيس فضاء الإذاعة سمعي الفصاري لا كتوجدوا بإعدادية السادسة الأولمبية من حي نرجس بفاس إطار اختتام الدورة التكوينية التي تعلقت بمفاهيم المهاد السينمائية. الدورة اللي امتدت من 15 مارس إلى حدود 3 ماي استفد منها فريق الفرش مجموعة من التعليم من المفاريق إن شاء الله تكون يدير هي تكون كريمة في المستقبل. كتكون 24 تلميذ لهم 6 ديال الورشات، ورشتان لتقنيات الكتابه السينمائيه وورشتان للتصوير والاخراج ورشتان للتوظيف الرقمي او المونتاج الرقمي على الحاسوب. اللي لاحظناه هو ان الاداره كانت متفاعله مع المشروع ديالنا وفرطنا جميع ما يلزم لإنجاح مثل هذه التظاهرات، والتلاميذ ما شاء الله كانوا يعني ملتزمين التزام تام وعرفت الدورة بنجاح ممتاز وتسمى من عند الخلايا ديال الكتابة وما يقرب من 7 سيناريوهات كمشاريع لأفلام مستقبلية إن شاء الله. الخلاصة ديال الدورة هي أن تم الاتفاق مع إدارة المؤسسة على أساس نصوبوا واحد فيلم تربوي السنة المقبلة إن شاء الله نختاروه من هذوك 7 سيناريو اللي تقدموا لنا. بطبيعة الحال غادي نحاول نعالجوه باش يكون فيه حبكة درامية ويكون يعني صافي التصوير، وهذا غيكون مشروع ديال فيلم تربوي السنة المقبلة إن شاء الله في شهر 10 باش ممكن إن شاء الله في المراحل المؤسسات يشاركوا في المراجل ديال الأكاديميات فيما يخص كنت هي كلية حضر حضور واحد التجربة راني داخل في السادسة الأولمبية اللي هي التكوين المجال السينمائي اللي تم إشراف تحت إشراف السيدة الأديبة مشاركة ما بين جمعية عمان العامة وهي التلاميذ والمؤسسة وجمعية فضاء الإذاعة السبعي المصري والمجال السينمائي اللي شرك بينها الخرفاء عشت تلاميذ سنوات في تجربة رائعة في مجال التكوين والستيلوغرافيا تقنيات التصوير ثم في الإخراج السينمائي. هذه الدورة التكوينية تحدث على مدى الشهر الرئيسي الأخير من القدرات ديال الناس على الإبداع، بحيث أنه مع بداية التصوير ملحظة أن التلاميذ كيجيبنا